بسم الله. عاملين يا رجاله؟ احنا النهارده جايبين فيديو شبه الفيديو بتاع سر من اسرار كروس فاير، ازاي تغير شخصيتك. ده فيديو برضو زيه بالظبط، بس ده ما كان سر جدا يا جماعه، محدش يتخيل ان هو كان يقدر يشوفه او يوصله. ماشي، النهارده هنشوف مع بعض المكان دوت. زي ما انتوا شايفين معايا، هتخش بيت التدريب عادي. ماشي، هتخش تخلص كل حاجه اللي مطلوبه منك. ماشي، بعد كده تعدي من الحواجز، بعد كده يعني تعدي بسرعه. ماشي سنوت. ماشي يا جماعه، هتفضل ماشي، هتيجي عند الصندوق دوت. ماشي، زي ما انتوا شايفين هتدوس كنترول ومسطره. ماشي، افضل جرب، افضل جرب لحد ما تيجي معاك. انا بص بجرب ساعات بتجيش ساعات بتيجي. ماشي، كنترول ومسطره، نوت نوت دوس مسطره، بعد كده كنترول على طول. هتنوت وهتدوس مسطره وكنترول، هتفضل تجرب لحد ما تطلع. ماشي، مسطره كنترول، بص هتلاقي نفسك في العطاء زي ما انتوا شايفين معايا، هتلاقي نفسك في العطاء على طول اهو زي ما انتوا شايفين. نجربها تاني مع بعض اهو. هندوس مسطره، ثانية واحدة، مسطرة وكنترول على طول مع بعض زي ما انتوا شايفين معايا. بعد كده هتطلع زي ما انا ماشي كده، تمشي زي بالظبط على طول زي ما انتوا شايفين. انا بص هوريك يعني، طب ممكن ما تتخيلش انك ممكن في بيت يعني في المكان اللي هو دوت تطلع فوق الحاجات ديت. مكان سري جدا يا جماعه، ومحدش يقدر يوصل. ثانيه بس، هو مش ده المكان يعني، عشان محدش يقول ده المكان. ثانيه بس، انا بوريكم بس الحتت اللي يعني مش عارف انت لو كنت عملت ايه ما كنت هتعرف توصل للكلام دوت. ماشي، لو انتوا شايفين معايا زي ما انتوا شايفين معايا. بص يا جماعه المكان يعني بص مفتح من كل حته، بس ثانيه مع بعض برضو لسه مش ده برضو المكان. ثانيه بس انا بوريكم، بس احب اوريكم في كل حته في المكان يعني. اه يا جماعه ده المكان. ماشي، بص يا جماعه المكان دوت يعني لو كنت قعدت قد ايه عمرك ما كنت هتعرف ان في البيت دوت في مكان سري زي ده. المكان ده زمان يعني كان بدل الصور ديت كان في صور ناس سنين، مش عارف هو الجي ام غير عليه، فمش عارف كان ناس سنين بشر حقيقيين ليه بقى، مش عارف كان الناس ديت محطوطين، معرفش. بس ده تقريبا لغز يا جماعه ومش مفهوم. هو كان حاطط صوره ناس سنين بدل ثلاث صور دول، كانوا حاطين نص صور ناس سنين، مش فاهم برضه. زي ما انتوا شايفين معايا ادي ده المكان، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. بس هو ده كان شرحنا يعني، لو عجبكم ما تنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب. اه يا جماعه ما تنسوش في جروب لمبدع كروس فاير، مبدع اليوتيوب لكروس فاير، اللي عايز يخش معانا هتلاقوا الرابط تحت الفيديو في الوصف. اللي عايز يخش معانا يقدم واحنا هنقبله. بس يعني لو سبتلي لايك هبقى مشكور ليك جدا، ولو اشتركتلي هبقى مشكور اكتر. كان معكم محمد من قناه مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.